كنا بنتكلم مع حضراتكم في بداية هذا الشهر الفضيل هنا في صباح الخير يا مصر عن حملة لتوزيع مليون كرتونة اسمها حملة المليون كرتونة من المواد الغذائية بتوزعها مؤسسة حياة كريمة من أول الشهر الكريم. قدرت لحد دلوقتي أنها توزع 850 ألف كرتونة من المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية في 24 محافظة. قوافل وصل الخير من مؤسسة حياة كريمة تواصل جهودها بمشاركة أكثر من 9000 شاب متطوع بالمؤسسة، وذلك ضمن حملة المليون كرتونة، حيث تم توزيع أكثر من 850 ألف كرتونة مواد غذائية حتى الآن على مستوى 24 محافظة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للتخفيف عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجاً والفئات الأولى بالرعاية. وتواصل فرق الرصد الميداني والمتطوعين بمؤسسة حياة كريمة جهودها بالإضافة إلى مشاركة الجمعيات القاعدية في كافة المحافظات، وذلك لتحديد الفئات المستحقة، حيث يبدأ دورها من استقبال الشاحنات التي تحمل صناديق الحماية الاجتماعية وتخزينها ثم توزيعها على الأهالي في مختلف قرى ومراكز محافظات الجمهورية خلال شهر رمضان المبارك. ورصدت فرق الرصد الميداني ردود أفعال المواطنين تجاه تواصل مؤسسة حياة كريمة وشبابها المتطوع معهم وتأمين احتياجاتهم الأساسية في شهر رمضان. وتأتي قوافل وصل الخير ضمن حملة المليون كرتونة في إطار إيمان مؤسسة حياة كريمة بالدور المجتمعي تجاه الفئات الأولى بالرعاية والمناطق الأكثر فقراً بالشراكة مع الجهات المعنية بهدف توفير كافة سبل الحياة الكريمة ومساندة المواطنين، وهو ما يأتي بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من أجل ضمان عدم تكرار التوزيع بذات القرى وتوحيداً للجهود.